خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع الناقد الرياضي التونسي أستاذ علي عثماني، علشان نتكلم معاه بخصوص علي معلول وكل الأمور واللغط الكبير خلال الساعات القليلة الماضية واستبعاد اللاعب من بطولة الأمم الأفريقية والقائمة الخاصة بمنتخب تونس بالتحديد. يا أستاذ علي مساء الخير عليك. خير كابتن، تحيه ليك وتحيه لكل جماهير المصريه والمشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك، منورنا طبعا في قناه النادي الاهلي، لكن كلام كتير جدا على بالتحديد علي معلول واستبعاده من القائمه النهائيه لمنتخب تونس واللي هتخوض بطوله الامم الافريقيه بمصر. اسباب الاستبعاد بالتحديد طبقا لما وصلت لي من معلومات طبعا كصحافه ونقاد رياضيين تونسيين بكل تاكيد. بالضبط. مساء الخير مره اخرى لكم جميعا. بالطبع هو كانت مفاجاه نوعا ما لعديد الجماهير وخاصه لجماهير الاهلي وايضا لعديد الجماهير التونسيه، رغم انه الجماهير التونسيه بصراحه كانت من فتره منقسمه حول علي معلول، يعني مردوده مع المنتخب شيء ومردوده مع فريق الاهلي شيء ثاني. مع الاهلي كان مردوده متميز، ولكن صراحه مردوده مع المنتخب الوطني التونسي كان في تراجع كبير منذ نهائيات كاس العالم في الصيف الماضي في روسيا، كان محل انتقادات كبيره، وايضا خاصه مع المدرب الجديد الفرنسي ألان جيرات. هو بالنسبه لي يعني لا يتعامل مع الاسماء، يقول لك انا نتعامل مع اللاعب اللي يكون جاهز في الفتره الحاليه. وايضا قبل ايام على ما اعتقد انكم تعرفوا المعلومه، يعني تم استبعاد ايضا مهاجم الاتفاق السعودي فخر الدين بن يوسف، المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي، اللي هو ايضا كان في فتره قصيره من الركائز الاساسيه في المنتخب التونسي، ولكن في الفتره الاخيره تعرض لاصابه قبل 3 شهور وعاد، ولكن المدرب قال انه غير جاهز بدنيا ولا يمكن خوض كاس نهائيات كاس امم افريقيا. نفس الشيء بالنسبه لعلي معلول، علي معلول كان مستواه متراجع حقيقه في سواء مباراه العراق وايضا امس في المباراه ضد كرواتيا. في المقابل يعني عنده المدرب ألان جيرات عنده بدائل ثانيه، خاصه في اللاعب اسامه الحدادي المحترف في ديجون الفرنسي، وايضا ظهير الايسر للترجي الرياضي التونسي ايمن بن محمد. يعني تقريبا المنافسه قويه، وهو بالنسبه للمدرب يعني تقريبا في كل مركز عنده لاعبين، وعلي معلول يعني كان خارج القائمه يعني في اخر لحظه. هل في خلافات بشكل واضح كده ما بين علي معلول وألان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، ولا الامور كلها متعلقه بالناحيه الفنيه يعني؟ لا ما فيش خلافات، يعني الامور كلها مرتبطه بالجاهزيه البدنيه والفنيه. بالنسبه للمدرب كما قلت لك يعني منذ مجيئه للمنتخب قبل 3 4 اشهر يقول لك انا ما اتعاملش مع الاسماء، يعني هذا اللاعب احترف في فريق كذا او لعب في السابق مع المنتخب او منذ سنه وهو منذ سنتين ركيزه اساسيه في المنتخب، يتعامل مع اللاعبين في الوقت الراهن، يعني في جاهزيته البدنية والفنية في الوقت الراهن. علي معلول صراحة منذ فترة، منذ السنة الماضية يعني من مونديال روسيا، مستواه تراجع كثيرا مع المنتخب. في مقابل كما قلت لك عنده بدائل، المدرب عنده أسامة الحدادي، عنده أيمن بن محمد، في لاعبين ثانيين، وعلى هذا تم الاختيار يعني في آخر لحظة تم استبعاد علي معلول من القائمة النهائية، قائمة 23 لاعب. واعتقد يعني هو مش خروج نهائي من المنتخب علي معلول، كما قال المدرب عم صرح، وايضا رئيس الاتحاد السوسي لكره القدم صرح، وانه ابواب المنتخب تبقى دائما مفتوحه لعلي معلول ولبقيه اللاعبين، يعني لكل من يكون جاهز ليقدم الاضافه للمنتخب. تعرف انت خاصه في نهائيات كاس امم افريقيا هي منافسه مهمه، المنتخب التونسي ايضا يطمح لتحقيق نتائج ممتازه ونتائج ايجابيه في اللواحق في هذه الدورة، يعني ما يقدرش أن المدرب يأخذ لاعبين اللي هم غير جاهزين، وإلا يشوف هو اللي كون اللاعب هذا ما يقدرش يعطيه 100%، يعني يفضل أنه يختار لاعب ثاني أكثر جاهزية حتى لا يحرم يعني المنتخب ويحرم تونس يعني من تحقيق نتائج إيجابية. طيب بخلاف علي معلول عايز اتكلم بالتحديد عن منتخب التونسي، وبعد اعلان القائمه النهائيه بشكل رسمي، هل في تفاؤل في الشارع الرياضي التونسي بشان المنتخب في تحقيق هذا اللقب، ولا طموحات واصله لحد فين واهداف المنتخب التونسي من هذه البطوله بالتحديد ممكن تكون ايه؟ بالضبط، والجماهير التونسيه خاصه بعد مباراه امس والفوز على كرواتيا وصيف بطل العالم بالضبط. في المونديال الاخير فوز كبير، هو المنتخب التونسي اول منتخب افريقي يفوز على كرواتيا، وايضا فوز في كرواتيا بالذات يعني في على اراضيها،
فوز رغم انه ودي، ولكن فوز يرفع كثير من المعنويات ويخلي الشارع الرياضي التونسي يطمح. طبعا الجماهير التونسيه بتطمح انه المنتخب يحقق نتائج ايجابيه ولما لا المنافسه على هذا اللقب بقوه. وايضا المدرب الوطني المدرب على جيرس الفرنسي سئل منذ ايام لما اعلن على القائمه الاوليه، قال انا ليست لدينا سقف طموحات معين، قال احنا دائما بنسعى لنحقق اكبر الاهداف ونمشي في الدوره تدريجيا، يعني بعد الدور الاول او دور المجموعات ثم بناخذ كل مباراه حسب المنافس وحسب الله. اعتقد انه الجيل الحالي بصراحه في المنتخب التونسي الجيل الحالي من افضل اللاعبين الموجودين حاليا، خاصه من المونديال السنه الماضيه، رغم انه النتائج ما كانتش في 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 مستوى كبير في المونديال، ولكن تعرف ان مستوى المونديال اعلى بكثير من كاس افريقيا، ولكن في الفتره الراهنه اعتقد انه المنتخب التونسي بيقدر بيحقق النتائج لانه عنده لاعبين ممتازين، ايضا اللاعبين يسموا صغار في السن لانه معدل الاعمار حاليا في المنتخب التونسي 25 سنه. اعتقد انه المنتخب التونسي قادر على تحقيق نتائج ايجابيه والذهاب بعيدا في هذه الدوره، بالطبع مع احترام كامل للمنافسين. تعرف في مفاجات كثيره دائما في كاس افريقيا، اكيد سواء منتخب بيلعب من سنوات في كاس افريقيا او منتخب يشارك لاول مره، الفرص الان متساويه والحظوظ متساويه، والحقيقه الوحيده هي حقيقه الميدان. لازم كل فريق بالزبط. يعني بيلعب على حقيقه امكانياته مع احترامه الكامل للفريق المنافس. اكيد يا استاذ علي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الاستاذ علي عثماني رئيس تحرير موقع فوت سكوب التونسي، واللي يمكن شرح لنا بشكل كامل اسباب استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي، وهي في حد ذاتها مفاجاه كبيره جدا لكل الجماهير. اكيد نتمنى كل التوفيق لعلي معلول.